الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وهو برنامج نفيء فيه إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية ومسائل شرعية، ونجعلها قدر الإمكان نلبث وأن نجعلها زاخرة بكلام الأدباء وأقوال المؤرخين. رجينا بعد ذلك كله أن نوفق في تحقيق المراد وبيان المقصود. وكل لقاء يحمل عنوانا، وعنوان لقاء اليوم منازل الآخرة، وهذا العنوان مقتبس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ أن عثمان عرف عنه أنه كان إذا وقف على المقابر بكى، فيقال له: يا أمير المؤمنين، نراك تذكر بالجنة والنار، فلا يقع منك مثل ذلكم البكاء. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإذا نجا منه العبد فإنما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فإنما بعده أشد منه. إذن اقتبس القرآن من هذا الحديث النبوي الشريف الذي رواه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله جل وعلا خلقنا من الأرض وقال لنا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا. والكفت في اللغة هو الضم والجمع، ومعنى الآية: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي أن الأرض تضم أهلها، تضم الأحياء على ظهرها وتضم الأموات في بطنها. إذا تبين هذا أيها المبارك، فالحديث عن القبور حديث عن قول الله جل وعلا: ثم أماته فأقبره. وقول الله جل وعلا: إذا بعثر ما في القبور. القبور في الأرض، والقبور سنت لنا منذ أن خلق الله جل وعلا أبانا آدم، فإن آدم عليه السلام لما قبض نزلت الملائكة من السماء، قبضت روحه، غسلته، حنطته، كفنته، صلت عليه، ثم حفرت له، ثم قالت لبنيه: هذه سنتكم يا بني آدم، منذ ذلك اليوم والناس يقبر بعضهم بعضا، وحتى من تأكله الوحوش الضواري وتفترسه السباع، أو يلتقمه الحوت، أو يذهب أي مذهب في قبره، فإن مصير ذلك الذي التقمه أن يموت، فيصبح الجميع في الأرض كما قال ربنا: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. هذا كله توطئة تمهيد أيها المبارك لما نريد أن نقوله. القبور الأصل أنها مملوءة ظلمة، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة تقم المسجد فماتت، فلم يشعره الصحابة بذلك، فلما أشعروه أتى قبرها وصلى عليها وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإني لأرجو الله أن ينور لهم بصلاتي عليهم. فالمؤمن الذي يدرك ذلك كله يحرص في دنياه على أن يكثر من الأعمال الصالحات والقربات والصدقات والصلوات فرضها ونفلها حتى ينير له قبره. وقد قال العلماء: طوبى لمن أنار قبره قبل أن يدخله، وطوبى لمن صلى قبل أن يصلى عليه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض اختلف الصحابة أين يدفنونه، ثم أخبرهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأنبياء يقبرون حيث يموتون، فحفر له صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. وكان أهل المدينة منهم من يحفر القبر لحدا، ومنهم من يحفر القبر شقا، فبعثوا إلى الاثنين وقالوا، أي الصحابة: يختار الله لنبيه. فكل ذهب، فجاء الذي يلحد قبل الذي يستخدم الشق. فلما جاء لحد للنبي صلى الله عليه وسلم، أي حفر القبر ثم جعل اللحد في ناحية منه، بحيث إذا وضع صلى الله عليه وسلم في اللحد يكون وجهه للقبلة، أي أنه يوضع على شقه الأيمن تجاه القبلة. أما حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو حديث ابن عباس، فإن أهل الصناعة الحديثية يقولون إن هذا الحديث لا يصح، لأن فيه عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف، أي أن في إسناده عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف. على هذا فالأمر واسع،
لكن الله جل وعلا اختار لنبيه أن يكون قبره لحدا، ولهذا يوجد في بعض البقاع قبور فيها لحد وقبور فيها شق، كما في مكة مثلا فيها مقبرتان شهيرتان، مقبرة غير بعيدة عن الحرم وهذه لا يوجد فيها إلا الشق، ومقبرة تسمى مقبرة العدل وهي يوجد فيها اللحد، وهذا مرده إلى حال الأرض، فإن الأرض تختلف من حال إلى أخرى. هذه القبور فيها يسأل العبد الأسئلة الثلاث: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وحينها يثبت الله جل وعلا من يشاء الله تثبيته، يقول ربنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حري بالمؤمن أن يخشى الله جل وعلا في دنياه ويسأله الثبات في الدين حال كونه حيا، وعند السؤال حال كونه يسأل، وعند النشور حال كونه يبعث. ولهذا ذكر كما تعلمون في القرآن أن أنبياء أو أن نبيي الله يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم يقول الله عنهما: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أيها المباركون، هذا ما يتعلق بالصناعة الفقهية حول القبور، وعرجنا على شيء من الأمور العقدية. الناس منذ أن كانوا يقبرون، مالك بن الريب رجل كان مسرفا على نفسه في أول حياته، ثم أضحى غازيا رضوان الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك وهو في غير بعيد عن أرض المعركة بعيدا عن أهله أدركته المنية، كان معه اثنان من أصحابه، فرث نفسه، وأهل الصناعة الأدبية يقولون إن قصيدته يا إيته تلك من عيون المراثي في الشعر العربي، نحن الذي يعنينا منها كيف صور الأمر القبر، لأننا نتكلم عن منازل الآخرة. قال يخاطب صاحبيه: أيا صاحبي رحلي، ألا قوم فانزل برابية فإني مقيم ليالي، ولا أقيم علي اليوم أو بعض ليلة، ولا تعجلاني قد تبين ما بي، وخط بأطراف الأسنة مضجعي، ورد على عيني فضل ردائي، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسع لي. إذا تأملنا بعض هذه الأبيات وجدنا أنه يقول لصاحبيه: إنني أدرك أنني أشرفت على الموت، قد تبين ما بي، فلا تصبكم العجلة في أن ينقضي الأمر، ولكن أقيم علي اليوم أو بعض ليلة، فاصبر أعطياني حق الصحبة، حق الأخوة، حق الرفقة، فإذا تبين ما بي وفرقت الحياة، يقول لهما: وخطى بأطراف الأسنة مضجعي. وأنت تعلم أن القبور إنما تحفر بالفؤوس لا بالسيوف، لكنه مجاهد فارس شجاع قال ذلك تسلية لنفسه وتعزية لها، وهو يقبل على الآخرة: وحط بأطراف الأسنة مضجعي، ورد على عيني فضل ردائي. الفضل من الشيء ما زاد، فهو يقول إن الرداء واسع فضفاض، فما زاد منه فغطي به عيني، والسنة أن تغمض عيني الميت حال موته، وهو يقول: وخط بأطراف الأسنة مضجعي، ورد على عيني فضل ردائي. ثم يقول لهما: ولا تحسداني، اللا ناهية، وكأنه شعر أنه أغلظ لهما في الخطاب يوم أن قال: ولا تحسداني، وليس الموضع موضع حسد، فاستدرك فدعا لهما قائلا: ولا تحسداني بارك الله فيكما، فشدد في الأول يوم أن قال: ولا تحسداني، ثم ألان القول يوم أن قال: بارك الله فيكما، وإلى الآن لم يأتي المطلوب، لم يأتي المرغوب، ثم قال بعد ذلك: من الأرض ذات العرض أن توسع لي، لا تضيقان ذرعا بوفاتي، فتجعلان قبري ضيقا. وهو يريد أن يعزي نفسه ويسليها وهي تقبل على ربها تبارك اسمه وجل ثناؤه: من الأرض ذات العرض أن توسع لي. وهذا يدل على أنه لم يدفن في أرض مقبرة شهيرة ذائعة يقبر الناس فيها موتاهم، وإلا الأصل أن الناس يتخذون منذ أن كانوا كفارا ومؤمنين أرضا يقبرون فيها موتاهم، وأشهر تلك المقابر على الإطلاق بقيع الغرقد
وهو الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة لأهل المدينة، فكان أسعد بن زرارة أول من قبر فيه من الأنصار، كما كان عثمان بن مضعون أول من قبر فيه من المهاجرين، وما زال الناس إلى اليوم من أهل المدينة يدفنون في قبر بقيع الغرقد، حتى إن قائلهم هذا مما يتوارثه الناس هناك: إلهي نجنا من كل ضيق فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. ويريدون بذلك بقيع الغرقد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة لأهل المدينة. والمقابر كما قلت مساكن الموتى وأول منازل الآخرة. إذا تبين هذا ينبغي أن يعلم أن الأصل في قبور أهل الإسلام أنها تحترم ولا تعظم، فلا يبنى عليها الأضرحة، ولا تشيد عليها القباب، ولا تشيد عليها البنيان الفاخر، فذلك منهي عنه شرعا، لكنها تحترم. كيف تحترم؟ لا يطوى عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من أصحابه يطوى على المقابر بنعلين سبتين يلبسهما، فقال له: يا فلان ابن فلان، أو وصفه بالنعلين التي يلبسهما: ألقي نعليك فإنك قد آذيت من؟ آذيت أهل القبور. وهذا يدل في مجمله عند طائفة من العلماء على أن أهل القبور يشعرون. والسنة أن يأتي الإنسان المقابر فيسلم على أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته خرج من داره ليلا حتى أتى المقبرة فدعا لأهلها ورفع يديه، فرأته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فلما عاد إلى منزله وسألته عن ذلك كله في حديث طويل قال: إن جبرائيل أتاني وقال: إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتسلم عليهم، إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتسلم عليهم. فقام صلى الله عليه وسلم بالأمر وعلمنا ماذا نقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ما أحوج المؤمن أن يدعو فيذكر نفسه وينفع صاحبه الذي في قبره. وقد ذكروا في الأخبار أن رجلا كان بينه وبين المسجد مقبرة، فكان إذا ذهب إلى المسجد مر على أهل المقابر وسلم عليهم ودعا قائلا: اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم. وذات يوم نسي وأتى المسجد ولم يمر على المقبرة، فلما عاد إلى بيته ورقد ونام إذا بأهل المقابر يأتونه في الرؤيا ويقولون له: إن الله قد كان ينفعنا بدعائك لنا. العرب بالغت كثيرا في المقابر حتى في باب الإجارة، أي في باب أن يكون الإنسان يستجير بصاحب القبر على سننهم في ذلكم الزمان. وقد ذكروا أن عمير بن سلمى كان له أخ يقال له قرين، ثم إن رجلا كلابيا استجار بعمير هذا فأجاره، ثم لما ذهب عمير ارتحل عن الديار لبعض شأنه قدم قرين هذا وهو أخو عمير، فقتل أخ الكلابي الذي استجار بأخيه، فلما قتله طالب ذلك بالقصاص، طالب الكلابي بالقصاص، وكان عمير غائبا، فلما عاد قالت له أمه: لا تقتل أخاك، وإنما أرض الكلابي بما يريد من الأموال، لكن الكلابي أصر على طلبه، أصر على بغيته، فأخذ عمير أخاه إلى واد بعيد، حتى إذا قطع الوادي ربطه إلى نخلة وقال للكلابي: دونك أخي فاقتله حتى يوفي له بأنه استجار به، لكن لا تقتله حتى أخرج أنا من الوادي، ودعني من جوارك، أي من طلبك أنك تستجير بي، أي اقتله وامضي لشأنك. ففعل الكلابي وقتل قرينا ومضى. فقال عمير يذكر ذلك: قتلنا أخانا للوفاء بجارنا، وكان أبونا قد تجير مقابره. والمعنى أن الكلابي لما قتل أخوه في الأول أتى قبر والد عمير ووالد قرين يستجير به في قبره، حتى يبعث في نفس عمير البواعث أن يعود ويؤتيه حقه، وقد فعل له عمير ما فعل. والمقصود هذا بعض ما كانت العرب تفتخر به في أيامها، وهذا استطراد أدبي تاريخي. فإذا عدنا إلى ما نحن فيه من قضية أن المقابر أول منازل الآخرة، علم العبد بعد ذلك أن قول كعب بن زهير الشهير: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول.
وأن الله أذل بالموت الجبابرة والقياصرة والأكاسرة وسائر الخلق. وقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما الذي يكون سببا في نجاة العبد من عذاب القبر وأن يظفر بنعيمه؟ الإيمان والعمل الصالح. جعل الله من الإيمان والعمل الصالح مهرا لأعظم المطالب وهو الجنة. وما القبور إلا حياة برزخ، وطريق للمؤمن إلى الجنة وهي ممر للكفار والفساق ممن لم يتب الله عليهم ولم يغفر لهم، إلى النار. قال ربنا جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. ثم قال أصدق القائلين: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فحياة القبور تسمى حياة البرزخ. وكل أهل القبور بين حالين: إما ينعمون جسدا وروحا، وإما يعذبون جسدا وروحا. ومع ذلك إن الروح مع الجسد في القبر تتصل حينا وتنفك أحيانا، حتى يأتي اليوم الموعود الذي يأمر الله عز وجل فيه الملك إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فينفخ فتخرج الأرواح من مستقرها إلى الأجساد في قبورها فتنبت، فيقوم الناس لرب العالمين. قال الله جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال جل ذكره: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقولون في كتب الأدب أن من أجمل الأبيات التي قيلت وذكر القبر فيها: أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه، فطيب تراب القبر دل على القبر. كان من الناس أحيانا شدة في الانتقام، فبعض من سبق كان إذا أراد أن ينتقم من عدوه، فإذا فاته العدو أي أنه مات قبله، يأتي إلى قبر ذلكم العدو الذي سبق ومات، فيحفر القبر ويخرجه، ثم ينكل بما بقي من عظامه. وقد فعل هذا كثير من الجبابرة في الأرض. فالشاعر يقول هنا: إن ثمة رجل له خصوم، له أعداء، فأراد أهله لما مات أن يدفنوه في أرض مجهولة لا يعرفها أعداؤه وخصومه، حتى لا يتسلطوا عليه بعد موته فيخرجوه من قبره. فهو يريد أن يمدح ذلك الميت، أن يظهر مكانته، فقال: أرادوا، أي أهله، ليخفوا قبره عن عدوه، فطيب تراب القبر دل على القبر. فطيب تراب القبر دل على القبر. وهذا بلا ريب محمود، وإن كان فيه شيء من المبالغة، إذ لا يتصور هذا ولا يعقل. في غزوة أحد جمع النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة أن يجمعوا بين الرجل والرجلين والثلاثة في القبر الواحد حتى لا يشق عليهم كثرة الحفر. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهم يقدم، قال: قدموا أكثرهم قرآنا. قال: قدموا أكثرهم قرآنا. سئل أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه عن امرأة نصرانية تزوجها مسلم فحملت منه، ثم لما كمل جنينها ماتت هي وجنينها، أين تدفن؟ فقال رحمه الله: تدفن لوحدها، ويجعل ظهرها إلى القبلة، لأن الجنين يستقبل بوجهه ظهر أمه. وبرر ذلك رحمه الله بقوله أنه في دفنها لوحدها لا في أرض الكفار ولا في أرض المؤمنين حكمة، لأنه قال: إن دفنها في أرض المؤمنين تأذى المؤمنون من عذابها، وإن دفنها في أرض الكفار تأذى الجنين، لأن الجنين ينسب إلى أمه، ينسب إلى أبيه، تأذى الجنين من عذاب أهل الكفر. وجعل ظهرها إلى القبلة حتى يكون الجنين إلى القبلة. وهذا من الفقه بمكان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسجد الحرام قال: قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. فالمسلمون يدفنون على شقهم الأيمن ووجوههم تجاه القبلة. هذه المقابر منازل الآخرة تبقى على حالها. يقول أبو العلاء المعري: رب قبر صار قبرا مرارا،
ضاحك من تزاحم الأضداد، سر إن استطعت في الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العباد. في قصيدة ملئت حكمة على ما في الرجل مما هو معروف إذ اتهم والعلم عند الله بالزندقة. المراد هنا أن الأرض كانت منذ أن أوجدها الله مقابر للناس، مقابر للناس، وقد شق على ابن آدم الأول كيف يصنع بأخيه حتى بعث الله غرابا فعلم الطريقة المثلى، لكنه دفنه دون أن يغسله، دون أن يصلي عليه، دون أن يتقرب إلى الله بإحسان إلى أخيه. لكن آدم عليه السلام لما قبض كما بينا في أول اللقاء نزلت الملائكة من السماء ودفنته في الأرض بعد أن أكملت السنة فيه، أي الطريقة المثلى فيه، ثم ما زال الناس يتوارثون هذا، ثم سطعت شمس النبوة وأطلت على الخلق، فجاء صلى الله عليه وسلم بإكرام الميت بإكرام المؤمن ميتا كما كان يكرم حيا، وأمرنا أن نأتي المقابر فندعو لأهلها حتى تتذكر قلوبنا وينتفع إخواننا. قال ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا تبين كل هذا أيها المؤمن، نسأل الله أن يجعل قبورنا لنا روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرا من حفر النار. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.